تسمحين لي بالدخول؟ ليغفر الله لي. ماذا الذي فعلته وزير علم شاه؟ لقد فعلت الكثير منذ مجيئي. عن أي أمر تسأل سيد عثمان؟ أسألك عن حالة صوتوق. رفعت يدك على محارب سيد القبائل؟ لأنه محارب سيد القبائل ما زال حيا. لو كان أحدا آخر لعلقته على مدخل سوغوت ليكون عبرة للناس. من يعتدي على محاربي تتم محاسبته. هناك الكثير من الحسابات. أخبرني أنت أولا، ما معنى أن ترسل أحدا ليراقب رجل الدولة؟ من تكون أنت حتى تراقب الوزير علم شاه؟ سوغوت والحدود والقبائل، أنا صاحبها كلها، وحتى صاحب الفراش الذي تنام عليه. أنت تقول كلاماً أكبر من حجمك سيد عثمان. كل شيء ملك للدولة السلجوقية العليا. هذا المكان للدولة. هنا أنا السيد وأنا الدولة. هذه التصرفات وهذا التمرد، جهزت نهايتك بنفسك سيد عثمان. هذا آخر تمرد لك. وضعت السلاسل على معصميك بنفسك. سيقوم غوندوز بتسليمنا الفتاة في الصباح الباكر. حانت نهاية عثمان يا كونور. أنا. من أنتم؟ تورغوت، من أنتم؟ وماذا تفعلون؟ تورغوت،
جورجون جورجون ما الذي حدث؟ سيد بوندوز، أراد الوزير أن أبلغك تحياته. أيها الجنود، هيا. هيا. استيقظوا يا إخوتي. جينجي، هيا انهض. جيركوتاي، استيقظوا. جيركوتاي، كيف نمنا هكذا يا إخوة؟ لتسلم السيدة آيغول، أكلنا كثيرا. هيا انهض يا جيركوتاي. القطع النقدية والجهاز. أهلا بك سيدة آيغول. جاءت آيغول؟ أين آيغول؟ أجل، جاءت آيغول، جاءت آيغول. ما هذا المزاح؟ وتقولون عني أنني أكول؟ داخل كل منكم جيركوتاي. أتسمحين لنا بالدخول ماري؟ 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 أين هي يا ترى؟ ما لهم؟ لم تنم في فراشها وتركت حجاب العروس. تورغوت، تفضلي أمي. بني، هل تعرف أين ماري؟ لا أعرف. أليست هنا؟ كانت في خيمتها البارحة، لكنها لم تنم في فراشها ولم تحرك حجابها. إنه تماما كما وضعته. بحثنا في كل مكان، ليست في الوسط. كيف لم تجدوها؟ مالون، من التي لم تجدوها؟ ماري يا سيدي. سيد عثمان، ما هذا الأمر؟ إلى أين تذهب؟ ماري لن تذهب دون أن تخبرني أبدا. كيف غير موجودة؟ القبيلة كبيرة وجميعنا هنا، كيف لهم أن يختطفوها؟ كيف يحدث هذا سيد عثمان؟ إلى أين تذهب ماري؟ من يفعل أمرك هذا؟ من يفعل؟ يا أبطال، السيدة ماري، هل رآها أحد تخرج من القبيلة؟ نيكولا، أعرف هو من قام بهذا. نيكولا. سيد تورغوت، تمهل قليلا. الوقت ليس وقت التمهل، من الواضح أنهم اختطفوها ليلا. هيا يا رجال، سنذهب. هيا أسرعوا يا أبطال، هيا.